حبابكم وحباب كل اللي بنضم لمتابعتنا من خلال حلقة الليلة من ظلال الأصيلة اللي بنسعد جدا إنه نمشي فيها في الدوبيت وفن الدوبيت وتفاصيل وجماليات وتنقلات من منطقة لأخرى والضروب الموجودة داخل الدوبيت ما بين الإخوانيات وما بين المسادير وما بين المساجلات وما بين كثير من التفاصيل الحلوة والجميلة اللي بنمشي فيها وبنسرح فيها وفي تفاصيلها. نحن بنسعد جدا إنه يكون موجودين حضور كرام معانا من خلال المساحة دي الأستاذ الشاعر الكبير عبد الله والضحوية. اهلا وسهلا بك. حبابك والله حبابك. يا مرحبتين. يديك العافية. كمان بنرحب بالشاعر أمجد الحاج. أمجد اهلا بك. مرحب بك ومرحب بكل المشاهد العزيز. احنا قبل ما نبدا في تفاصيل الحوار والضحوية رايك شنو تفتتح كده مع المشاهدين والمتابعين ديل بمزدار؟ نعم. يلا قول لهم. اقول لكم المزدار؟ ايوه. نعم المزدار اصلا هو معروف رحلة قايم بها الشاعر لديار المحبوبة. وأصلاً معروفة في البطانة، الشغلة دي جاية من البطانة يعني. المزدار بالجمل. يلا تاني نسبة للظروف وتغير الزمن، الزول بالعربية بيعمل مزدار والمسافر بالطيارة، المهم على حسب وسيلة مواصلاتك. فالمزدار أنا عندي مزدار وما دار أشرحه لأنه قبال كده شاركت بيه ونافست بيه في المسابقة الشعرية والحاجة المؤسفة الدكاترة والزول الباحث يعني ما عرف الشغلة دي. بس أنا دار أخلي المزدار ده كده للمستمع يشرح ويعرف براءة. طيب ما تقول لنا. بقدر أقول لك. يلا. قلت له يا البل البياضك ناصع عمور عبد خبارك شايل الليل في الرباط بالجابد. قال لي الحبس طال والسكان لي قابد داير لعبة البنانة دايما لابد. قلت له عد لي الايام مدرستي وقتها قرب ويشتقنا له يا سرقك ويسار ومكرب. قال لي زيد لي العلوك شال السفر اتدرب بجيب لك خوية الكفة السوسة وغرب. زدت له العلوك لا من سبح من شني وتردم قفاه وزاد فقرته التني. البلقفلة والعضو والشراد محني بكره بقضي في الدم كان حييت وبغني. وتيسو حكى العلو البيماد سوح ودرجو سليمان عمي جايب لي لجام وسرقو. الخل الحلب حاجدني فوقه بهرقو اخر موضب وخلايته وقلي الصيد خلقو. وشيطان الحفيل اللي كان زمان اضطرب طبيحته فيه ما بيعرف يجك ويقرب. دناي المسافه اللي البعيد بقرب فارطم بيه وليل فوق النعام مجرب. جاني الليل رقدت وقمت اشوف البلي لقيته جابد اللي ربشه ما بجيب تلي. قال لي الصباح الخالق سهل بسوي الدفق السيل الحدر مدلي. طمني ورجحت على الفراش والنوم لكن قلبي بعد الغفوة جاب له هموم. أخذ الفكر من الدروس ملخوم غرام طالبات وحسسا في الضمير مكتوم. وشاي الليل فيه تفكير غرامي الداسه إلا البل مرتاح على علي مو حاسه. الخلاني مهتم به وكان فوق قاصه طمح الخيل وقميز الكتاب والراسه. البل البلخ يدي لجام وجاره رشيش يديه زي عجل القطار التارو. الخل القلب مبسوط ودايما ساره لزوم سرق ما أصل مو ذكر حكاره. بعد ما شلت كتب من جريبته مركته جبت الجامو بين صفحة وركوب وسرقته. البل مثل ما كان الخياطة حركته بشوار طيبة ما اختصعب عليه وفركته. وقم زوي كرف ريح ودعاس ولهاب وده الخلاني جنزيرك متني وطابله. يا البل العلوقة غار في غرفنه كابله سيدك خايف وبطنه طويلة تقابله. عقب البير مزاول من حريمه وناسه وسود من مزريل الخطط رصاصه. برندة ودقه ونمت بقوق دباسه جاها ينف في الفرناغه والحصحاصه. وبس فريق عشان شارب صباح ومعلي وسوت رجليه الصقر النجع مو محلي. الخلاه طايرا بالسحاب متعلق عارف في راوي وفي الشعر متألق. عقب السوق ناتل وباللقام ما حجوز ويعمل في المحال في الخيال ما بجوز. الخلاه من اللوري ناقص الكوز سامع فوق كل يوم الشعر مرجوز. الخطات ميدان كور تجاهي نعايف براو عليك يا البلي العبارك جاير. بريبا يا العلو اللي قالوا حفاير ياخذ قفله وين ما شاف له في سنطاير. وخور الشلاله جاهو لقاه معاب حديده وقع ودف بصدره وقدف بايده. الخلاه كل ما مر قام يجيب زيده خايف دقه الجرس اللي تجلس سيده.
قطع الخور جاري متور الكتاحة قصده يحاكي بعض مهدي اللي قاله براحة. الخلالي تعبان منه فاقد الراحة، رمالي قروش وبرجل ومنقلة ومساحة. قبض الواسع يشفر ينفر التغيان، قطع الباب وبين صرصير والمغيان. الجمل اللي بهجم البادي والفرقان كان لميت فيه هس بكتر الرغيان. سمع شكري وعايل لي وجاب لي البسي وسوى الدعدع الكيواي بعد ما يقسم. يا البلي الهوانة ضربني قابله التس بيقدح في المسي شايفه خلاص متعسم. قال لي شوف الساعة وامسك لي زمنه ويعد وارسيل اللي قام سيبني الدعوم لا تشدو. خلاني عاجم سرقي قطع جده عاجبني الغنى الباكر بجيب لك رده. شدرات السبيل اللي فيهن المال بارد جاهن جافل الهضيم مزاول وشارد. يا كسر السباع الفلوحة بطارد جريق صداع براسي والضماير هارد. وشف فوق الحليلة البناها تلاشى خرم وقد منه مد بالحواشة. خلانا تعبانين خلاص وعطاشة سوابي جري الخيل اللي بتاخد فاشة. قلت له يا دين كانوا يكمبون الشربت قزايز براوة عليك يا في كل محفل فايز. يا البلي استعارك للتلاميذ غايز بتنسي في طريقة الليلة زي ما قعايز. ويا البلي الجريك في نفسك ببرغيمتك معجب بقلايدك وكشكت بريمتك. يا الغير اللي قام ما بتركب بصميمتك شين انقاس يا البحر اللي بتلفح قيمتك. قال لك ما اسوي لك الجرب الفيا في كيف لا تديني عيف خليه كبدي يليف. الخلاني كان فريح دعاس مزيف عارف ناظرك الملعون بدوق مزريف. قال له داك رد الفصول والمدرسه المفتوله وقل فيها عارفها الوقت مقفوله. يا لام الجبال من الحلب معزوله تستاهل في يوم البطاله هزوله. عاين فيها وجاهها يرف ومره يناتج عاين فيها عجب عاين فيها معجب بالزهور الشاتر. عاين فيها معجب بالزهور الشاتر جاه يرش ومره يعوم ومره يناتل. يا لقر الدمير الشلطه صيتك حاتل تعجب في الجري عند العلوب بتكاتل. هجم مدرسته هدى للرباط ومحله وفي حفظ الكريم من حاجه ما تحصل. ياخذ راحته ويدردك تمام في ظل نام نجيه اخر اليوم برايا وحله ونام نجيه اخر اليوم برايا وحله. الله يا والضحوية يا أخي يعني ما شايف بينا لحتات كثيرة شديد. الله يديك العافية. أمجد الآن بقى الشباب هو عنده اتجاهات كبيرة شديد للدوبيت، يعني مش بس بقت هي فكرة المجايلة ما بين جيل سبق وما بين جيل الآن، إلى أنه أصبح كل السودان عنده مساحة خاصة للدوبيت بصورة عامة وللمساجلات وغيرها من ضروب الدوبيت المختلفة. وسائل التواصل الاجتماعي عدتكم حاجة؟ أكيد طبعاً. أنا ممكن مش أنا بس، ممكن أغلبية الشعراء الشباب اللي الآن ظاهرين في الساحة قدمت لهم وسائل التواصل الاجتماعي كثير جدا يعني، وحتى برضو بالإضافة إلى التلفزيون برضو من الوسائل اللي ساعدت في نشر الدوبيت سواء كان من البرامج الرمضانية أو غيره. فأنا ذات الليلة كونه أكون مع أستاذنا عبد الله محمد عثمان دي حاجة احتز بيها يعني، وإن شاء الله ربنا يديه الصحة والعافية. فأنا شخصيا غاية التواصل الاجتماعي ضافت لي كثير سواء كان من فيس أو تيك توك. عندك عدد مقدر يعني من المتابعين وأنا بحييهم من هنا كل اللي بيتابعونا والناس اللي معانا في كل المواقع. وتحية برضو لأخوي أشرف الحاج برضو أضاف لي كثير يعني. نحن بنحييه وبرضو دايرينك طوالي تبدأ لنا بدوبيت. دوبيتنا مش هي لكن نديكم في دي مساحة حرة تختار فيها الدائرة. قال نحن ترى بعزازا عرضهم ما تدنس وشوم ينهجنا لا بنهجس ولا بنتحنس. ما فينا اللي بفج وسط الحريم ويتونس بنكره ثالث اخواته اللي بيمش ويتفنس. مع هدي روحنا في هزاي لما نسو سية تنجض وتحرق البنعوسة ما تجينية. نعيش بعزة نطبق للبعاد الكية ونموت ونخلي سيرتنا المشرفة حية. مع هدي روحنا عادة هن ما نخليها وصلوا جباهنا غير للمولى ما ندليها. بتعرفنا المحن زاي صبرنا عليها قدر ما تضق ظهرنا الدنيا راكز ليها. مما قمنا لا بنحقر ولا بحقرونا الصح والغلط عارفينه ما بورونا. نزيد همة نتيب للواجبة ما بدفرونا والناس ديما بالفعل السمح بطرونا. مما قمنا فوق الفارغة ما بنتحوم والجاهل عليه عادات جدود ومقوم. ما بنرضى العود قل الوضيبة مكوم بنخاف نحن من قولة فلانة تلوم. نحن السترة ليل بردنا على الشوقار محل ما يدوق نحاسنا بحلق الصقار.
بنعين الضعيف ونطيع الحجار غدوتنا اللي بيض له الحمام في الغار عليه الصلاه والسلام. نحن الستر الليل رايق الوظيفه مهدل فوق تاريخ جدودنا وعزنا بنتقدل ما بنترك غيمنا السمحه لا بنتبدل الشايفنا ما قدر المغام يتفضل ما بتغرنا الدنيا الملانه ضلال ترى اللي بيقتنعوا بالغنى في الغناء عقلال بل بنكسبوا بذراعنا وعرقنا حلال نعيش اليوم وبكره يحلها الحلال الله خلقنا طبعنا نادر بنخاف الملامه وللمحن بنسادر صدورنا رحيبه بالشين اصله ما بنبادر الدايرنا مرحب والمغادر غادر نحن بندخل الغابه اللي بنكتر دوده ما بارينا درب الفارغه والمقدوده معاهدين روحنا لا من تكمل المعدوده ما بنخجل مشور اللي بتضوي خدوده ابشر بالخير والله مما قمنا قال قمنا وشلنا صفه الشكر مين تبينا البعج بنسويه وما بنسوي الشينا بنقدر ساهي دام السمحة مالين عين ديك فينا بتغني ودي بتزغرت لينا الجخوة تقندف والشنب مو زينة لازم نبقى قدر ونفتخر بالفينا نعز ونهزنا وجدا مع اللي بتبكي حزينة نبرد بجدودنا ونرضى بالبجينا أبواتنا ودليلنا اللي نداك ونجيبنا ماشيين فوق دربكن والدرب عاجبنا مهما تسوي عيننا بتعلى فوق حاجبنا الأمونا بقيت قصرنا في واجبنا كثير وصفونا بيتوغل الجبال ونشافن بتنكر عيننا يا اللي ما في ما خلوك شافين اثنين نحن في الدنيا مقدود من خافن الله ولو مثل عمت السبيب اكتاشن الله ولو مثل عمت السبيب اكتاشن امجد نحن يعني ما بين المدارس المختلفة وما بين المجايلة ما بين جيل حالي وما بين جيل سابق والضحوية ناس كثيرة بتقول صعوبة المفردة اللي احتفظوا بها كبار الشعراء في الدوبيت بصورة عامة واللي يمكن هي كانت عندها مساحة ومدرسة خاصة بروايات القديمة احتفظت بها انت برضو من الناس اللي كانوا محتفظين بنفس المدرسة القديمة لصعوبة المفردة او الضاربة في عمق البادية بصورة عامة او في عمق الدوبيت بصورة عامة زي مثلا خلينا نقول ود الشوراني والصادق والدامنة وغيره من الشعراء الكبار بتلقوا انه في اختلاف بقى ما بين دوبيت زمان المدرسة القديمة والمدرسة الحالية الان. والله اصل الشعر معروف عند العرب يعني هسه في برنامج في قناة الصحراء في السعودية يعني نفس المفهوم جابوا واحد يوم تسألوه عن الشعر الحديث وكنت قال والله الشعر الحديث ما يخالف لكن المفردة تتركب في مضمونه الصحيح يعني إذا كان الشعر حديث والرسالة وصلت وما في الشعر ما فيه عيب ما فيه حاجات كده يعني الشعر الزول بيستنكره ما يعني المفردة الحديث ما فيها حاجة لكن توصل رسالتك ويكون مضمونك 100% ما عندكم راي في الشباب ده يعني طبعا في زمن ما كذب عليك ده البدو البداوه شعيرها احلى من شعرنا واقوى ودائما الباديه يعني في الشعر خاصه احنا ما نظلمنا في المدينه لكن الباديه في الشعر خاصه اقوى من شعر المدينه لانه وصفه كله بالسبع وبيكذب احكي لنا قصه مصدار ودينا قصه شنو؟ مصدار مصدار من ناس البطانه ولا من ناس منك انت ذاتك دايرين قصه لمصدار ما بين الرحلات والمناطق وال يعني رحله طويله مشيتها في مصدار وكان عندها قصه وحكايه. ورينا الرحله وقول لنا المصدار. ايوه الرحله بالمناسبه زي ما اتكلمت لك عن الحداثه اللي احنا ذات واقعين فيها وعندي خالي الله يرحمه بمناسبه افتتاح ظلف التحدي في شندي قام من شندي لحد ما جاء الخرطوم قال مصدار صغير رحله والمهم هو استاذي الله يرحمه. وانا بقيت اساله كل ما مره الاقيه ياخذ المصدار الرحله قال لي يا زول جيب فلوس كابه واكتب الرحله وانت ترجعها بس. المهم انا خفت من الزول جبت الفلوس كابه وكتبت الرحله بالرحله بتاعته وبدون ما اسافر انا خيارين كده قمت رجعت الرحله. فخالي قام قال شربت الشاهي ساده وبلبن في شندي ودخلت السوق وقضيت كل غرض اللي عندي وجيت طالب المحطه ووصلت ندهت ود الهندي ووصلت البص وتذكري للحج جميعني وفيه ركبت شماعة الظروف داح كان دور وقام وودع شندي بيت وكان شمال ملكة جمال الناس وجدت مكانه وفرحت تقول ملكت الدنيا بأركانها وكي طلع الظلط بين البلد مينامية شافتني وشعرت بشاعرة ميم دعامية انضمت بتملح حياتي بأخلاق سامية وإن سكتت بتطلب فيا نيران حامية قال نظرت لي بعين جدة سراحة صبري لزمت إلا الكبد زدت جراحة بدت الونسة عامل قلبي كل صراحة قلت ليها الزلط قالت لي حد الراحة
وقال قلت كلام كثير بقلبي مو بلساني، وملكت شعوري بزوجك ملكت لساني، وربنا من فضائله الجود بخصاني وجابك لي شوفتي كيف وان ثاني. قالت لي اظنك انت ما كنت عارف، وسندي طريقه بدري مع الطلاه ومصارف. قال ما رديت، كنت على الحديث بالضارف اللي بقلبي قلت لسيل غرامك جارف. سنين الباض جديد خات الخريف والقبه، وسوم في الحدي قطع الفيافي العقبه. ما تمهلت خلفتك راعي فوق الركبه، وما صدقت لما نجينا عند القبه. وقفنا دقيقه وقال سوقنا يلا نسافر، وقبض السكه بوع بضراع الوافر. لا قام لا نظم لا شفنا ساهي عافر، سواق عينه لو مسلم عديل لو كافر. وعاجبه حديدته ماكله السكه بمشارة، وصوت المكنه زي نظم المرل في الشارع. واشر للمحطات بالتحيه اشاره، ويا الخرطوم تقول جات عندي جايزه بشاره. ومنه نزلنا قالبين بقعه الفراس، وفي حافله ولقينا الكبري غير حراس. عليه مهله ثمانيه محصلين على سوسن الشهداء منها والجمايل راس. وفيها نزلنا جمله ومنها تفرقنا، ونظيف هدومنا لا تكتحنا لا تعرقنا. خليل قال لك انت مغربه وشرقنا، وودحتك يلا يا البينارك اتحرقنا. فانا بعد ده قاعد عندي طبليه في المحطه الوسطى، والزول طبعا اصر علي ارجع الرحله. وقلت له قول له وضع عرمان خليل بكره انقدمنا الحله كالربعه في شيء، ونيتي السفره دايره الحله. عليك كثره مشاكل فوقي ما بتنحل الا اشوف صدود الضامره مين من حله. ورجيت الفجر ودعيني جاء في النوم قصدي الحله والجبلاب عليه واقوم. كان المولى هور وسهل الغيوم، وادع اخواني لا ظالم ولا مظلوم. وبيضلة التحدي السولين عمرنا، بكرنا وين اللي يشند العزيز سفرنا. قطعنا التذاكر في القيام فكرنا، وجو الحله كل الماضي ذكرنا. وبدت الرحله من بحري وطلع نيساننا، وين وين فريق البيه ومشغول بالنا. سهر السدس على القمار الحان، نسيته على البريده ودي مراتي حالنا. وقبض السكه باظنا وقدم الحلفايه، يا مصعي اني عامل بالنقع زوزايا. انا وجمي سمحه وضو خديد مرايه، يتونسنا ويتكيفنا تب للغايه. قالت لي شندي بقت قريبه وسهله، قلت لها صاح كلامك يا العيوني كاحله. رب العزة أضع صنعه فيها الجاهلة، رق ضميري من تقل الردايف وأحلى. قالت لي كان خالق خليل ودانا، شعره رصين وبقصص الغرام حجانا. اتفارقنا في الشهد وخطرنا بنانا، وسع انت بالصدفة الجميلة معانا. فلا ما في عوج إن شاء الله تصل السلامة، وداك الجيلي ظهرت لينا منه علامة. البيزوقة تعجب سمحة نظرة وغامة، الله يغفل الدنيا ويزيد أيامها. الكباش مسح وما ظهر لنا باين، كثير الخاف لنا القلب بقال ما يعاين. كما الدنيا حالة والزمان الخاين، ما سافرنا من شندي وسكننا مداين. عين الرويانة بنصي وداش حد الصاجة، جاب ردح الغزال اللت كلاب وعجاجة. الآس الخديدة وكالذهب وجاجة، عز جماله صاحب الصروة مين محتاجة. وهجم المية قصده يحصل الجبال، بعد السف سجل ويندرج بيشاله. ما دام الوقت بكرية ما حراله، 8:30 بخش شندي بريح باله. وخطف القبة بجنيح البطيرة من فرق، وقابض السكة عايم بالغفار والبر. على المردوم قفاهم من وسط بنزر، جابنا طحيه وقبال النهار ما حر. وحصل شندي ودلينا منه طرابه، نمشي نعدي ما بنبيت العذابه. مع الفقيله فايقه ورايقه عاد شبابه، قصدي معاها عدي اجازتي والسلابه. ركبنا التاكسي دارين البحر والقطعه، ودارين شوفه الخداد وصادعات سطعه. هو العقرب غرام مضوقان اللطعه، صبح قلبي راتع في الخيالات ردعه. وبعد ما قطعنا بينين وركبنا الباص، اصبح همي شوف حظ الصيف الممتاز. النغمات تحاول وجامع كل الزاز، ضامر صيد وكافي الخيل وقيد وقزاز. خشابنا السيال جاني ولساتكو الدوي، ويات من كان مسطح فينا ماسك قوي. خلاه لست الظراف منوي، عارف جريح دامي وفي الضمير متكوي. وشاف فوق الجوير جايب رشيش الفر، ويعجب بوري وتسمح القزاز ويصر. مع الخطوات زي مر السحاب ما بترقصدي معاه، وقعدت ليل كل مسير. وبنو راب طلع وفرحنا فرحة شديدة، عشان ما قريبنا لبلد السماح والريدة. العجباني بلوجن المحل خديدة، ردفها خيل وعودة عديل وعنقها صيدة. خرم بالمغاويل بحديد نصب، وجاب ردح الكتاب والبنقع من خم. الخلاني غير ما غني ما ليها معارف، الدنيا زايدة وصلوا ما بتلم. الحلة الطيبة والعقادة جاهي سوا، تقول هضي من نعمات بالبطاين خوى. مع العجك المملح وفي النخل ما تقوى، عسى الليلة في الدنيا دايما نقعد سوا. الجبلات ظهر ليل ونسايم وشمن، وحسيت ببلا بالقلب ناحن ونمن. النظرات جرحن في الضمائر ودمن، عنده سنة وابيات القصيدة انتمن. وبعد ما ارتحنا
وتغدينا رقنا شوية قمنا على السلام لأهلنا بالعصرية ناسا كلهم طيب الشعور الحية جبل عبد الرجال في النسبة عباسية وبكرة صبحنا في سوق الخميس بيكفافنا ويسالمنا وانبسط الخليل من شافنا والبنداقة ما بفوتوا يا هو قافنا وعمنا بل ماضن عنده بيع خلافنا هذين الجزازية وآخر القصيدة القارة والضحوية على حسن المتابعة ليكم ألف تحية والصلاة والسلام للمرضى على السعدية تحوم فوق قبره لا يوم القيامة هدية وتحوم فوق قبره لا يوم القيامة يا سلام يا والضحوية يا أخي والله نحن مشينا وجينا معاك نعم الرحلة قضيناها معاك من ما تحركتها من الجبلب لحد ما جيت المدينة ورجعت منها تاني حنمشي يا أمجد لثنائيات الثنائيات كانت حاضرة في الدوبيت بصورة عامة من خلال المساجلات والمجادعات والإخوانيات خلينا نقول أمجد الحاج وأشرف الحاج التوائم يمكن بيناتهم كانت مساحة خاصة نحن بنحيي برضو أشرف وهو موجود في المملكة العربية السعودية لكن الدوبيت تجمعكم مع بعض أو حتى نقول المساجلات والمجادعات كانت بينكم كثيرة كلمنا عنها ووري أدينا برضو نموذج منه أول حاجة تحية للتوامي أشرف الحاج في المملكة العربية السعودية إن شاء الله ربنا يرد سالم غانم والله قصتنا أنا وأشرف دي قصة طبعا أنا قدر ما أتكلم فيها ما بقدر أوفيها يعني يمكن أنا وأشرف ده بدينا سوا يعني أصلا حتى البداية في الشعر كانت سوا فنحن من كنا صغار كنا بنسمع الأشرطة القديمة زي ناس الصادق وزي ناس شوراني بالكسيت الزمن ذاك ما في التلفونات دي ذاتها ما كنا بنسمعها كنا صغار مهووسين بحاجة اسمها شعر وحتى أنا بستحضر لما أنا كتبته طبعا أي واحد بيسمع حاجة بيجي بيوريها الثاني فأنا كتبت ناديت أشرف قلت له يا أخي أنا سمحت لي زول قال كده 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 سمعها برضه قال لي يا اخي والله انا سمحت لي زول قال كده 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 سمعها قلت له رايك شنو في الجبال دي؟ قال لي والله سامحه قلت له والله دي كاتبه انا قال لي والله دي ذاتها كاتبه فمن هنا بدينا متذكره يا امجد والله ما بستحضرها لكن بتذكر انه دي البدايات كانت كده يعني فكنا بنكتب بنعرض لبعض بيكتب غنوه بيعرض علي انا بكتب غنوه بعرض عليه فمن المساجلات بيناتنا كثيره كان مره كنا في حفلة استحضر برضو فجاد بيت رقصت في الحفلة وطلعت سريع هنا أشرف اتلفت علي قال لي جات الحفلة والأورغن نقر لي جروسه بتتقلع باللان دي المتينة تروسه عملت حركة والبيل لغنتنا دروسه قصدها زين تمسخ لي عريس العروس أنا قلت له جات الحفلة وصلا جاد عشان تعزينا فضوا الدار دخلت عامة الوزينة محل ما تميل قلوبنا تميل وراها حزينة مهرة وإلا بمرقة سيدة يوم الزينة قال لي جات الحفلة ومرضت ناسنا من كل جهة شوف عيني العريس خلى المرم باريها كمان فناننا غلبوا الغنوة ما يغنيها مع اللورغان تميل تحلي بعضهم ما فيها قلت لي جات الحفلة زازت مننا وزازتنا مهرة وحرة ولذتها مسخت لذتنا رمت الديس ورقصت وقرقيس هزتنا جوا الدار هزت جسمها وهزتنا قلت له ستحض الصبا الحيزة الغنى وستجيلة بالضربة القلوب بيا قسوة ما بتقيلة قصبة وسيدة مهتم زارعة وفاضيلة لقت التربة جيدة وقام بزرق النيلة قال لي أمجد قول له درفون تن رمتني غتيلة مجملة خلقة كيف كان لبسوها التيلة نقول مشطولة الواطن من أي لنيلة والله فطيمة الرداد عسينة نتيلة قلت لنا يا أخواني ساحر وطرفينهم ما زاروا سبب بيفرق عشو قلن كويت بيناره جهلا شفته تصعب حتى داخل داره فاقد وفاقد الزول اللي بيجيب اخباره قال لي امجد نحنا بيشكي علينا خم وخباره مو عارفنا من ضمن الوراه احتاره مشتول الروى نشر الكبد منشاره قبل اقول لخوك اشرف قد البيتار قلت لنا يا تمويل ابزرني الفرح لا بواعي وسبب الكل ما قرب له ماش من الباعد انا يا تمويل ابزرني الفرح لا بواعي سبب الكل ما قرب له ماش من الباعد كان الدنيا تبصم لي وظروفي السائد عيوني شوف عيونه فوق لهي بين قاعد قال لي امجد ما اكبراك الغم تقيا فيها اخوك زيك معذب ونفسه مو لا فيها دام انا بنت عاجلين نار نشم فيها نسهر سهره حتى السوق ده تحتار فيها قلت له اشرف قول له وين الذكرتها بتعزينا وين شبه الربط بالصي وضاربه عسينا هلكنا وضعنا منها ربنا يقوينا ما بيتعالج المرض المدخله فينا قال لي قدر ما جرغ وافق ناي وجود حرفه ما بوصف محاسن الخلقة كاحل طرفه
شفتوا بتاتي عصرية اللي بيغمر كرفه مشتول ده عمر نسام ولويان جرفه. بطل اشرب اخوي تومين ما ظهر يوم لومك، شايفك شلت همي ومن شغل طول يومك. ما تهتم بيت هن واصل نومك الليل اصله مكتوب في السهر ليه تومك. فالغنى ده كثير يعني. يا سلام. ولكن بتكون في بيناتكم طبعا مواقف كثيره يا كثيره جديده، وبالذات في الاطار الضيق اطار الاسره، وفي الاطار الواسع بتكون في بيناتكم مساجلات او مجادعات او كذا من غير ما يكون يعني الغاز، بتفهموا براكم اكيد طبعا، ومواقف بتكون حصلت لكم انتم برضه. عندنا مرات غنى بتاع طرايف كذا بتاع ونسات يعني ما تونزوا بيناتنا، يعني اي واحد زي ما بقولوا بشغلها للثاني. فبتذكر من ضمنهن كان الدنيا رمضان، كان كل يوم اشرب بالدينغن بمعنين انه انا متجرس من الصيام وكذا كلام زي ده. كان الشغله بتاعت ونص وبتاع الضحك انا كنت بنزله كل يوم في الصفحه وكذا. فبتذكر من ضمنهن مره قال لي امجد غايته حالتك اصله مي عاجباني، وكان ده صيامك افطر واصله ما صوم تاني. قبل في الفترة قاعد بين ثلاثة صواني قلت الله أكبر شتهم في ثواني. فأنا قلت لي صلاة المغرب يا الله قم صليت بطنك في الأكل والموية بدري مليتها، مهمات الصواني جنبك توليتها للقاعد قصادك بلحة ما خليتها. اليوم اللي بعده قال لي يوم الليلة جي الشاكل عطش والجوع، شربت وكلت زادا يكمل الأسبوع، مليت رقدت في الفرشة وبقيت موجوع، حديناك قلت دين ما عندهم موضوع. قلت له يوم الليله بطنك فيها ما خفت الله، شربت وكلت وديت هي ما عن طله. بين اتقدم احمد ود محكر وصلى بيت يا كافي من الفرشه ما بتنقله. عندنا البليله بتاعت العدسيه دي برضو يعني انا كان في رمضان بتعجبني عجب شديد، يعني بنتونس بيها بعض الفطور وكلام زي ده. فيوم عندي ود خالي قال لي يا اخي امجد في بليله بي جاي، قلت له خليها بعد الصلاه. اشرف سمع الكلمه دي باستحضر قال يوم الليلة غايته حقيقة ما بخفيها. أمجد أخوي صواني الفترة جاية هجيها، شاف له بليلة بهناك روحه علقت فيها قال خدتوها خلوني نصلي وجيها. وكلام كثير برضو مرة قال يوم الليلة أخوي كل الغنم بهجيها، وكان ناظمته بتكون شكلتك راجيها، بليلته كل يوم قاعد بيصلي وجيها تسنسنا إلى البعام يحيروا فيها، أقول الله يضره تسنسنا إلى البعام اللي قاني بصلي خشة وكلها من قدامي، لكن تاني منه اليوم وضحت نظامي جيب صحن البليلة وخدت تحت قدامي. فالغنى ده كثير هو طبعا حاجة موجودة بيناتكم الاثنين، ما مخلين بعض في حال. نعم يزال فيكم بيحاول. طبعا الطرفة دي موجودة في شعر الدوبيت من قديم، يعني ما هي ما جديدة، لكن احنا بنقولها كده يعني الترويح شوية كده مرات، يمكن اكثر الناس يعني. وخليت البليله ولا واصلت فيها لنهايه رمضان؟ لا اعطاني ترطع منها طيعه. والضحويه الدوبات هو فن وادب وثقافه، ويمكن حضاره اي مكان هي بتنعكس من خلال الدوبات بصوره عامه، واللي فيها القيم السودانيه واللي فيها الاصاله واللي فيها تفاصيل كثيره. والضحويه كتب شنو في الشجاعه وفي الكرم وفي التفاصيل القيم السودانيه دي؟ والله زي ما قلت الشاعر ولد بيته وشاعر اللغة بلادي، وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضلوا علي كرام. بالذات ناس الجبلام. نعم لهم التحية يعني هم ناس كريمين وأهل كرم. نعم فالتحية لأهلنا جبلام، والتحية ملزمين بالتحيات كثيرة، والتحية لأخونا الشاعر اللي بيرد الهليل وسعيد حمدين ويوسف والدربنة. أنا قبيلة كان دار هديكم قصيدة جقلة ليوسف، لكن طالما انت طلعت من الموضوع بالشجاعه انا قلت قبيله اولاد قريش في مكه عزه قبيله، وهسع نحن قاعدين في المتم الليله يوم الكرن والعركل بتصحي الخيل من الغير نلبس ردب للحمول ويشيلها، قدر ما الناس تفاخر وتنتسب لي جدوده من الغير جدنا العباس رجاله وجوده، بعد شده وضفر هج البلد لا حدود كسى الكعبه المشرفه بالحراير السوداء. ابشر والله واهلي اللي كانوا سادات ناس قريش في مكه، اهلي بهم التاريخ دوام بتحكى، اهلي اليوم صهي الخيل تندي ريح مشكى، اهلي شبكتهم لا الاخره ما بتنفكى، واهلي ولا جعل تاريخ عريق وتليد، اهلي الفوق مكانه في التريه بعيد، اهلي في المجالات كلمتهم بتفيد، اهلي بلاقوا ضيف زي صباح العيد،
أهلي جدهم عم النبي العباس، أهلي ولا جعل عرمان عز الناس، أهلي في الحروب دواس ما بتنداس، أهلي كل ما جاء زمان بياخذوا الكاس، وأهلي فوق شواطئ النيل نزول ونسر، وأهلي الأغلى من كل زول عزيزا وحر، أهلي اللي ملقاه شان وقاس مر، أهلي ماتوا وباس فوق ظهور الغر، وأهلي بيحضروا الضيف اللي بيجيه وعابي، وأهلي بدفن المهر الغر التابر، أهلي كلهم زعم ملوك وكابر، أهلي فيهم النابعاب وناس وجابر، وأهلي ولا جعل خيرة البشر في الدنيا، أهلي اللي عنده للضيف مرادة وعنية، أهلي بعزو تابرة القفل من بنية، أهلي اللي الخسيم نار صغر مي بنية، وأهلي فيهم بجد ما عرفت حسابه، وأهلي المجدهم لا لا خربت نبابه، أهلي فيهم الولد التمح سمح ترحابه، أهلي للضيوف كل زول مفتح بابه، وأهلي فيهم جد المكرم المعروف، وأهلي فيهم والسعد الخلي غير خوف، أهلي كلهم ذكرى وصحهم معروف، أهلي بيملوا عين الناس قدر ما أشوف، ونحن صغيرنا من قام داب وشايل همه، نحن ولدنا ما بيضحك ما بيدعمه، نحن كبرنا لوقت بالضيوف بنلمه، نحن نخيط الجريح اللي بدفق دمه، نحن سلالة المكة المطرق سيفه، نحن سلالة والسعد اللي بيكرم ضيفه، نحن صغرنا يوم الموت بحرن وقيفه شراب الدم مثل عسل اللي حرم شيفه، وغيره لا جعل كضب اللي بيقول عباسي، وغيره لا جعل وين الثقيل الراسي، أهل الحجة والعصا والحديث القاسي، ناس المك نمر أهلي وجدودي وناسي، وغيره لا جعل كضب اللي بيقول لك نارنا، وغيره لا جعل كضب اللي بيقول لك جارنا، أهل المهرة أهل السمتة والمهرة بتصحي الحارنا، هزوا ودفروا فوق ست الحواج بلقارنا، وأهلي اللي عندهم كرسي الملك والريسة، وأهلي الجنوع السمحات سهام ونفيسة، أهلي كالجبال الصم قدر ما تقيس نار وباق قلال يوم اللي بظهر عيسى، وأهلي الشملة اللي كله والعيد لامة، وأهلي الشدر والفراع قبائل العامة، أهلي كوفة بالخير المساكين جامة، أهلي بنجد العدو يوم تجيهم طامة، وقدر ما يمدح الشعر ويمجد ناس مو زي أهلنا في العزة غالي كساس، أهلي كل ناس الدنيا هايبين باس جعلية برجل سوية فوق عباس، وقدر ما سمحت شاعر قال وشكر وغنى مدحن غير مديحنا أصله ما بيتمنى، ده لولا جعل بكرة وثباته محنة عز أولاد غريشة على الرسول في الجنة، ومن غير الحراب والدكر المسموم يحرقوك نار من فوق الحطب مردوم، غيرنا شن هن العزة هم مفهوم، من الحرق البشر قبل الغيامة تقوم، ومن الحرق البشر قبل الغيامة تقوم. من الآخر كده وضحوي، أنا ما حمشي منك بعيد، ودايرة برضو دايرك تتكلم في نفس الإطار ده، في وجه شبه بين الدوبات اللي عندنا في البادية وبين الشعر الشعبي الموجود في الخليج اللي هو النبطي، فكلمنا بين أوجه الشبه والاختلاف بيناته. والله المعاني والمضمون نفس الشغلة دي. أما الدوبات هنا في السودان طبعا المربعة بتتكون من 4 شطرات، والشطرة في النبط هناك بتتكون من شطرتين. زي خلف الهزال العتيبي يقول يا ناس هذه الدار لا تهدمونها، خلونها للمحبين تسكار. يعني تجي تلقى هنا الهات طالعة وتلقى هنا الغافي منتهية برا، لكن المعنى والمضامين وصف الناقة وصف المحبوبة، وطبعا المفردات دي واحدة نفسها ما في اختلافات بيناتها. نعم. جميل. يا أمجد، يعني بنلقى في كثير يتغنوا مع أو كتبوا لملحنين، والآن الدوبات بيقى فيه النمو، بيقت فيه التفاصيل الكثيرة، وبيقى مغنى، وبيقى عنده جمهوره وعنده شعبيته، ما بين الدوبات شعرا وما بين الغنى، برضو كلمنا عن إنه القاعدة الجماهيرية اللي أصبحت موجودة فيها، بين إنه هو كتراث أصبح الآن انتشاره كبير جدا وسط الشباب. أولا أنا بحيي كل فناني البلادي، وبالأخص يعني فناني الرباب زي ما بقول. طبعا لا لا، هو الشعر ده كله ممكن يتغنى، يعني طالما موزون فيه غافية ممكن يتلحن سواء كان دوبيت أو نصو، لكن دائما بيكون طريقة الأغاني المغنية. أنا يمكن عندي كمية كبيرة من الأغاني اتغنت بتكون طريقتها مختلفة، يعني ما بنفس الوزن بتاعت الدوبيت. مثلا عندك أنا تحية لأخونا الفنان هاشم مدربو، يمكن عملت معاه كثير، تحية لأخونا الفنان طه قمر، تحية لكل الفنانين، أخونا الفنان سليمان البطحاني شاعر والفنان،
مثلا اديك نموذج مثلا زي كان بتردني يا بسام، انا الريد البريد اشتر وكان مشتاق، وحال عينيك انا اتحداك وبالاكتر، وحاتك يا جن الباباي بحسك فرحه في جواي، بحس بالراحه وانت معاي ولما تمشي بتوتر، وكان بتردني يا بسام انا الريد البريد اشتر وكان مشتاق، وحال عينيك انا اتحداك وبالاكتر، وحاتك يا صباح العيد غرامك كل ثانيه بزيد، حبيبي القسمة كان بالليدة كان بيعبل فاز عنتر وكان بتريدني يا بسام، نبيع الدنيا شان قربك نفضي الموتنا في حربك، وما بنرجع نسيب دربك ولا بنكل ولا بنفتر، وكان بتريدني يا بسام وانا الريد البريد اشتر وكان مشتاق، وحال عينيك كانت حداك وبالاكتر. ده طبعا من واحدة من الاغاني غنى بها اخونا الفنان هاشم مدربوب. ما في اختلافات؟ لا الاختلاف في الوزن يعني، بس في هسه مثلا عندك الاغنية القديمة دي كثير الدامر كان كلها يعني جايه غنوه مربعات، نفسي كلامنا ده لكن اتلحنت واتغنت، حتى كانت مشتركه يعني من كم شاعر اي شاعر جايب منها، فطالما الكلام موزون ومغفى بيتلحن، لكن الطريقه دائما في الاغاني بتكون نص مختلفه يعني، فالسلم والجرس الموسيقي كل ما اختلف كل ما ساعد في اللحن. جميل. والدحويه يعني في نفس الاطار ده بانه الباديه ادتك كثير، والبادية بصورة عامة هي ملهمة، وانت تربيت يعني في منطقة دار جعل والمتمة وغيرها، فهي بتديك كثير من إحساسك ومن تفاصيلك. أنا داير أعرف والضحوية كتب شنو في الغزل؟ ما سامعك. والضحوية كتب شنو في الغزل؟ لا في الغزل أنا ما كدي، لكن أنا عندي زور صاحبي ويمكن صاحبه مجدة خاصة وجاني من نادي التنس، وقال لي والله انا قاعد في نادي التنس والبنات ما شاء الله ما عندهن عدد، وظهرت واحده يسيمها سلوه بس القمره يوم تماما، وزي ما القمره بتدك النجوم سلوه دكت المجتمع. كتبت لها؟ ايوه. قال لي في نادي التنس سحرتني فتنه السلوه وهمسته فيها عبغ الند وطعم الحلوى، مجموع فيها حوريه الحسان الحلوه حسن الدره والمها والقمر والفلوه، قلت له قلبي بالهموم مردوم وفاد السلوى عاطر ابوه عقب هدف له بسما السلوى، الخلاني هلوس في الملم والخلوه زي ما قال ابو حميد دره نادره وحلوه، قال لي كان النادي زاخر بالكواكب الساره المدبوره ومديس والحشاهه مارق، دخل السلوى خمدا واستحن ويتضارن زي بدر الدقع البقه ونجوم وتوارن، قلت له جمال سلوى ادهشن وفي البنات احتارن كفل الخيل وقيد الصيد ووجن النارن، عليها دموع سلفا وبالخدود تجارن تاي فكري فينو الحاجب اللي تقارن، قال لي سلوى ما عبدت خيل الرياض وتبوك مشبع بثقافة جوجل والفيسبوك، شبه اللابدة بين نار الخلل المشبوك نور محياها يخفى العسجد المسبوك، قلت له سلوى النغجل الجرح القبيل مدلوك حشمت المنطقة في الفارغة ما بتلوك، يا ناس كذب في الريدة ما بيسلوك مهرة وجد يا راتعة وصار حبيب علوك، قال لي سلوى نورت عمري الأيام رتيبة لون التبري لونة ولين بانا رطيبة، يعني بتجند لك لسان كتيبة كتيبة أسراني وحواسي الخمسة بتهاتيبة، قلت لي سلوى التاني ما أظن الزمان ياتيبة سمحة وعاجبة بالوفا والذكاء وترتيبة، الخلانا نبكي كلنا نهاتيبة جدي مشامسة للبراق وفاحمة حريبة، قال لي سلوى البيها روحي تبضض الظلمات برطمة غيم وفجاج البلوق بسماتة، هل في قلبي طبعا دبغتها بس ما تعاني سرير وسدرا بالهويل وماتا، قلت له سلوى ما قدرت انا مغن كلمات سلوى في الخيال دايما معاي نماتا، سلوى في المحامد الوافية وافرة سماتا مرنوعة مخمدة بدري نار سماتا، قال لي سلوى النار في معلى الضمير سراج عين مشورة عين وديسة هضلي مكاجة، ديفت ام الحقيبة لدرة بالباجة هبلت كف جفلت وعورت دي عجاجة، قلت له نبت المحفل اللي لبست وشاحة وتاجة خلت عيني تكتر ولا الصباح لجاجة، رب العزة في ذوق السماح ما حاجة قلبي الخف غير ما أشوفه ما بدعاجة، قال لي سلوى الكار رب العزة ذوق ومحاسن أريل وجاز بالقفل مجزوية نعاسي، بنو الجيلة مهما قاسوا طاينة مقاسين أخذت زينتهم في الميس ورفعت كاسي، قلت له سلوى خجلت ليلة وبدور ومحاسن الروج والكريمات أصل ما من ناسي، كهرب النادي خمد المظلم بماشي حجلا منها وحسن التراب فوق راسي، قال لي سلوى بحر محاسن لا نقص لا جفه، وسلوى قمر سبوع شع وسماه الصفة،
سلوى شافه كله على دروبه حفه سلوى عتوبة أيس لا سلم لا توفى. قلت له سلوى قدية البنال بتوعه وتغفى سلوى خياله زي كل المحبين هفى. سلوى منها القلب المسندس خفى سلوى عليها قطار الدمع ما جفى. وسلوى عليها قطار الدمع ما جفى. الله سلوى يا بختها. سلوى دي محظوظة اللي اتكتب لها المزدار ده كله. أحمد أو أمجد، نحن عاوزين ناخد برضو في نفس الإطار بأنه واحدة من القضايا المهمة اللي بتتكلم عنها زي ما تكلمنا عن ضروب مختلفة للدوبيت ما بين أنه هو كتب في القيم السودانية وكتب في القضايا وما بين أنه كان طرفة وأدى مساحات لبعض المجادعات والإخوانيات بينك وبين غيرك، برضو كان حاضر في قضايا إنسانية وقضايا حقيقية ممكن تكون مستكم سواء كنتوا كشباب أو كمنطقة أو كقضية بتمس السودان بصورة عامة. كتبتوا شو في الناحية تحديدا؟ ورينا برضو مناسبات. طيب والله لا لا يمكن أنا ألخص لك الموضوع ده. يمكن حتى الكتابة في الحكمة أو النصايح هي بتكون شاملة في الدوبيت يعني. فمن عن طريق لا 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 المربعات بتاعت الحكم بتلقوا جوا سواء كان كل يعني بتنبس كل العادات السيئه بتشمل كل القيم السودانيه مفترض الناس تعمل بها. فيمكن انا من المواضيع دي قلت اسمع نظمي في ضرب الله وحي سيرك اياك في سما الفارغات يحلك طيرك قلبه خلاب يضرب بك كتر خيرك الما بترضى ليك ما ترضى لي زول غيرك. المثل اللي بيقول قدم البقر جيابة بعنوب الوقت ما يقص ظل يا شيب يابا كن عون اللي بتكشر لهم قدودا يابا مو معروف شنو الداخل الايام في غيابة. الغنى نمة والبدع عمة والجنة خال وهمة من الجسد راحة الضمير والبال شقيان اللي بيكوز درب السعد بالمال وبيتحول الرجال اللي ما وراه رجال. البنين من درساس بيقع ويتهدم واللي بيعمل غلط باكر بيبك ويتندم. اللي بينزل ما بعز الوظيفه مردم ما بيسمع الراي عمره ما بيتقدم. كان داير تعيس ست الحشا المبروم ازع وكد وجاهد ورضى بالمقسوم. المهموم بوازر للسقط ما بنوم والمزروعه من غير مويه ما بتقوم. قبل ما تخاوي راجع قوتك وتخير واختار الوقت تحتاج له ما بيتحير. قلبي مكتشن اللي بيريح ريم ومسير والصاحب المعمره والزمان بيتغير. كان داير تعيش في عز عالي مكانك ازع اخواني خاوك صح ويعظم شانك. كان جار الزمن بيك وانتهك سلطانك الله بزيل محنك وبسمدك باخوانك. قدر ما عشنا شفنا وربي لينا يسلم وشفنا الليه بتجيب السعاده بألم. شفنا الظالم يحلف ويشتكي من الظلم دنيا اللي فيها احسن من المتعلم. كثير اللي فيها لا برد السلام لا بسلم كثير اللي فيها بيصر الصديق متكلم. كثير اللي فيها تزعده وفي النهاية بقلم حقيقة الدنيا مدرسة كل يوم بتعلم. دروس الدنيا صعب وصعوبة ما بتنقاس دروس الدنيا لازم تنفهم في الراس. دروس الدنيا ما بتقراها من كراس دروس الدنيا تعرفها من مواقف الناس. عشنا وشفنا فيك يا دنيا محن وعجايب واصبحوا فيك قليلين الغرار هم صايب. فيك تبدلوا الناس اللي كانوا حبايب وكل واحد مكشر لرفيقه النايب. كثير في الدنيا لقيت اللي بيقول له كلام لكن للأسف ما بتلقى لي قدام. كن واعي وفطن ما تصدق الاوهام الانسان حقيقته بتكشف الايام الانسان حقيقته بتكشف الايام. والله انا استمتعت جدا يا والضحويه عبد الله والضحويه وامجد الحاج بالحلقه المليانه بتفاصيله وبزخمه وبجماله وبكل الحاجات الحلوه اللي احنا تناقشنا وتكلمنا فيها. لكن انا حريصه على انه في النهايه خلينا نديكم مساحه حره انتوا الاثنين تقولوا لنا فيها مربعات خلينا نقول او رباعيات بينك وبين امجد يا والضحويه تختموا بيها للمشاهدين ونودعهم بيها. دول حجلة جد تبدا انت والله امشي قدامك. قال كان الحظ بدوم والايام بنعادن ما بتتغبر الدعجم بفاير انقادن. قصيبة الكوع الفوق بتعول التلاده نبى ما ينسى قلبي حواجب اللي بتنادن. البريد وفاد غادي البصر مو لامحه لكن راسخه في ذاكره خيالنا ملامحه. ما بنعتب عليه اللي نغرق طامحه كان جاف ابن عذره وكان غلط بينسامحه. انا يا اخي اللي عيني الغميد ما جالي وطيفك يا سماح طافني وعقب لجالي
ربات الحجالة صلصلا حجال عليهم باكي بالدمعة وهدف لمجالين. مهما الدنيا ضاقت والزمن دردرنا ما بينفك درب الريدة كان ودرنا قلبي نظر رجع في جسمنا وخدرنا غير شنو اللي بيجرس قلبنا وبيقدرنا خلفنا يا فينا جسوم دعية تبلت روحنا في أحسانة ظرفها بيت اليومات للعشاق سلاحة مزيد جراحتنا وجراح الريدة ما بتخيل أوصف كيف ومن وين أبدأ والجفة والعناد خاتاه أول مبدأ نارك حرقة جسمي وما بتذوق الهبدة واتلف حبك المخ والقلب والكبدة شعرت بمجينة ونعة الموق ضيمة لبسة تجات نمارق اللون ما هو رهيم ديفت الزاول من رز حميد وسليم عيل الساحة ما برجعت معاهم دايم أمرقي وقد لي تلي الليد معاك يا زينة واعمل فينا حاجتين كله ما تلاقينا أقيفه بيت ربعين المه انظر إلينا بسمي وخلي نار الله تولح فيه ملهجة مثل حاجة الضناق للبلح عندها بسمة والغفر اللي معاها مسلح الظلم بيجي جنابة لا من كان راح تضحك وتقول إن شاء الله ما يصلح لا إن شاء الله يتصلح إحنا شاكرين لك شديد عبد الله والضحوية وشكرا لك أكثر أمجد الحاج لكم التحية وبالتأكيد الناس حتكون استمتعت من خلال المساحة اللي مشينا فيها في دروب مختلفة من دروب الدوبيت وتجولنا فيها يعني وتواصل الأجيال بين شعراء الدوبيت هو كان واحدة من المساحات المهمة جدا اللي لقينا فيها مساحة الدوبيت هي أعمق سواء كانت في الإخوانيات المسادير سواء كانت في المجادعات المساجلات وغيرها من التفاصيل الجميلة لشعر الدوبيت